حتى ان هي بتبقى البسي اي حاجه وانزلي بطلع شيك في الاخر، مش عارفه اعمل ايه، مش عارفه اعمل ايه. اهلا بكم ومرحبا في حلقه جديده من برنامجكم المفضل رايحه فين يا حاجه. انا عارفه ان انا بقالي فتره بلبس معفن، ها بس انا مش في المود اتشيك، فعادي بس هوريك وعادي. مفيش حد غريب، هنلبس الجينز المفضل بتاعي وده من اتش ان ام. عندي كروبين الكاموفلاج ده منين؟ من البازار اللي كنت فيه، ووفن فيرسس نت البراند دي، وده من شي ان. هنشوف ايه، معلش مداخلي مسدوده مش عارفه ايه، هنشوف وسط الجينز هيسمح بيه. لبست ده ولبست الفيلاس ميفرز عشان حسيت انهم عاملين الوان احلى لو لبسنا الكاموفلاج. مش عارفه اسالك من خير ازاي. هنلبس اي شنطه بقى عشان دماغي بصراحه. الشنطه دي والشنطه دي من شيء، ما حدش يطلب مني كودات شي ان الفتره دي لاني مسحت الابلكيشن، تمام؟ فمسحتها، ما حدش يطلب مني كودات عشان هنزلها تاني، هقوم شاريه حاجه هيبقى ذنبك. شكرا، يلا باي. انا في مرحله من نمو الشعر لا اتمناها لألد اعدائي، مش عايز يتلم ولا عايز يروح، وبفكروني اعمل دراعاتي السنه الجايه. يلا باي. في ايه النهارده؟ في ايه المره اللي فاتت وانا كنت رايحه معرفش ايه فين، ومحمد اللي سايق ما خدتش بتاع الدوار وما جاليش حاجه، تفتكروا انا كده خفيت؟ بس انا خدته دلوقتي برضه، قلت للاحتياط. اصلا ما كانتش حاجه عندي طول الوقت، هي جت في الفتره الاخيره من حياتي، بيحصل بس لو انا مش سايقه. هتفتحي البوابه يا ولاد؟ استنى نسيت احط اكل الكلاب، مش معاتهم، هما بياكلوا الساعة 5 بس دلوقتي الساعة 4 ونانا مش هنا. ازيكي يا دوكسي؟ ايدي جميلة، انتي عينة؟ بوكساتا بقاله كام يوم موده مش حلو خالص، بس اعتقد عشان ولاد سوكا. تعال نشوف. الولاده طحينه طفشانه بقالها شويه. والله بس ايه بقى، كذا حد شافها بس هي. طب عشان في اوردر هيجي وانا مش هنا. فايه بقى، هي موجوده بره هنا بس مش عايزه تدخل. بنت لو السلام عليكم. ازيك يا محمد؟